بهدف الانفتاح على أحدث التقنيات والتكنولوجيات الحديثة والبحث عن شراكات وتبادلات مثمرة في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، تم تنظيم الصالون الدولي للأشغال العمومية بقصر المعارض الصنوبر البحري بمشاركة 230 عارضاً. هذا المعرض هذا يصلح احتكاك، أولاً احتكاك الشركات بينهما باش يتقاسموا التجارب، وباش الشركات يوريو روحهم باش يعرفوا هذه في الترويج، في إطار الترويج. وكاين شركات كبرى اللي تجي لهنايا تعرض المنجزات تاعها، وهذيك اللي راح نتعرفوا بها مليحه للمستثمرين، مليحه للدوله باش تعرف واش كاين شركات، مليحه للمهندسين يعرفوا ما هما التقنيات الجدد هذه، وتخلي الشركات بين بعضها تعرف وتكون شراكه، وهذه الشراكه هي اللي تكون منتجه ان شاء الله. الطبعة 19 من الصالون الدولي عرفت مشاركة العديد من الدول على غرار جمهورية تركيا بصفتها ضيف شرف الطبعة، التي من شأنها أن تزيد من تعزيز التعاون وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين في مجال الأشغال العمومية. نحن مهتمون جدا ببلدكم، ولقد عملنا في مجال الأشغال العمومية على إنجاز وتصاميم مشاريع في تركيا على مسافة 1000 كيلومتر. نحن نسعى لإيجاد فرص جديدة، وشكرا لكم على حسن الاستقبال. المعرض كان فرصة للمؤسسات الوطنية لإبراز قدراتها وتبادل الخبرات والبحث عن شراكة مع نظرائهم من مختلف الدول المشاركة في الصالون. احنا يرانا معودين لهذا الصالون، ويمثل يعني اهم من الصالونات يعني في مجال البناء. جينا بحلول وتقنيات جديده في المجال البناء، بزاف حلول يعني في الخرسانه ولا في لا كونستركسيون، في لا بروتيكسيون، في لا فينيسيون، اي انكور في لا ريباراسيون. اغتنمنا هذه الفرصه هذه كي نعرف اولا بمؤسستنا، ثم أن هذا الصالون يجمع كذلك عدة شركات إنجاز، خاصة شركات أجنبية على غرار الشركات التركية والصينية وكذلك. فالهدف هو تعريف بالمؤسسة والمشاريع التي ستنوي القيام بها قصد بناء ربما شراكة، يعني علاقات مع هذه الشركات لتسهيل عملية إنجاز بإنجاز يعني الأشغال أو الدراسة. هذه الطبعة ستشهد كذلك عدة نشاطات علمية وتقنية متعلقة بمجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية يؤطرها خبراء وأساتذة باحثين، كما سيتم التوقيع على عدة اتفاقيات شراكة بين المؤسسات والهيئات المختصة في المجال.